شهدت فرنسا منذ عام 2015 العديد من الهجمات الإرهابية، فضلاً عن هروب العشرات من الفرنسيين إلى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب تنفيذ بعض الهجمات الإرهابية في فرنسا من قبل أشخاص تم وضعهم في السابق تحت المراقبة لمواقفهم المتشددة. وفي هذا الصدد طرح مجلس الشيوخ الفرنسي تقريراً حذر من خلاله على تنامي الحركات إخوانية في البلاد، مطالبين من الحكومة ضرورة التحرك لمواجهة التطرف، حيث لفت التقرير أن هناك 40 إجراء لمواجهة التشدد باعتبار أن الأمر قد يصبح أكثر تهديدا. وبحسب التقرير اقترح البرلمان الفرنسي اتباع جملة من الإجراءات، بينها منع التحريض والخطابات الانفصالية ومراقبة المدارس والجمعيات، التي أشار التقرير أنه يجب على كل جمعية ترغب بالاستفادة من دعم الدولة أن توقع ميثاقا تتعهد من خلاله على احترام قيم الجمهورية الفرنسية. كما طرح البرلمان تدابير عدة تقضي بمنع منظري حركة الإخوان من الدخول إلى فرنسا ومحاربة الوجود المتطرف داخل بني الدولة ومؤسساتها، إضافة إلى تعزيز الرقابة من خلال أجهزتها الأمنية وتوعية وتأهيل الموظفين المحليين وكذلك أعضاء المجالس المحلية. ويرى الكثير من الفرنسيين تساهل الدولة مع رموز الخطاب المتطرف الذين ينشطون باسم خدمة الجالية المسلمة، لكنهم يتحولون إلى أصوات للتحريض. لذا دعا البرلمان إلى تسهيل عملية إغلاق الأماكن أو الجمعيات التي تبث خطابات تمييزية أو تحض على الكراهية والعنف، تفاديا لما تقوم به الجماعات الإخوانية من ترسيخ للفكر المتشدد وزرع مفاهيم خاطئة عن الدين الإسلامي.